ما هي فوائد البيض المسلوق للحامل؟ هل تناوله آمن أثناء الحمل أم أن له بعض الأضرار على صحة الجنين؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. وإذا سمحت عزيزتي ادعمي المحتوى بإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنت تزورين قناتنا لأول مرة حتى يصلك جديدنا دائما. ينصح الأطباء وأخصائي التغذية النساء الحوامل باتباع نظام غذائي صحي ومتكامل من خلال تناول مجموعة من الأغذية الطبيعية، كما أنهم يحذرون من تناول بعض الأطعمة أثناء الحمل، لكن الأطباء أكدوا أن تناول البيض المسلوق يعتبر آمناً خلال مراحل الحمل المختلفة إذا تم تناوله بشكل صحيح نظراً لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. وفيما يلي فوائد البيض المسلوق للحامل والجنين: رقم 1، البيض غني بالسعرات الحرارية. يحتوي البيض على سعرات حرارية جيدة، حيث أن البيضة الواحدة متوسطة الحجم تمد الحامل بـ70 سعرة حرارية تقريبا، حيث تحتاج الحامل خلال فترة حملها إلى زيادة كمية السعرات الحرارية المتناولة. رقم 2، البيض مصدر للفيتامينات والمعادن. يعتبر البيض غنياً بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك البروتين الذي هو من الأغذية المفيدة للحامل والذي بدوره يوفر الأحماض الأمينية لها وللجنين. إضافة إلى ذلك فإن البيض يحتوي أيضاً على مادة الكولين والتي تساعد في عملية تطور دماغ الطفل وحبله الشوكي إلى جانب حمايته من العيوب الخلقية. رقم 3، البيض يساعد على تنظيم الكوليسترول. استهلاك البيض يساعد الحامل على توازن رواسب الكوليسترول في الجسم، ومع ذلك يجب على الحامل تناول بياض البيض وتجنب تناول صفاره أثناء الحمل إذا كان لديها بالفعل مشاكل الكوليسترول في الدم. رقم 4، تقوية جهاز المناعة. فبفضل احتواء البيض على الزنك فإنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجنين، كما أنه يعمل على ضبط مستويات ضغط الدم ويقلل احتمالات الإجهاض. هذا بالإضافة إلى أن البيض يساعد المرأة الحامل على تقوية العظام والأظافر والأسنان بعد تعرضها للضعف بسبب الجنين نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والفوسفور. ويعتبر البيض ذو قيمة غذائية عالية بالنسبة للمرأة الحامل، إلا أن له بعض المخاطر في حالة الإفراط في تناوله أو إذا تم تناوله بشكل غير صحيح، حيث يمكن أن يتسبب تناول البيض في إصابة الحامل بتسمم السلمونيلا، وذلك في حالة عدم طهيه بشكل جيد وتعود أعراضه على الأم، وقد تشعر في هذه الحالة بالصداع وآلام في المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تحدث ولادة مبكرة. إلى اللقاء.